بخير شباب، صباح الخير دكتور. صباح النور دكتور. شاشة موجودة يا أبو عطول. صباح الخير دكتور. هل تشوفوا لي مخبيات المحاضرة؟ نعم دكتور واضح. الأسبوع الماضي دزيت لكم الفيديوهات مال الأسبوع الأول والثاني. وينها مريم سلمان؟ وصلت لك الفيديوهات مريم؟ جاوبيني. بلي دكتور بلي بلي وصلت. بعد اكو شيء اخر تريدوه غير هذه الفيديوهات قبل المحاضره للفيديوهات الاسبوعيه؟ اكو اشياء اخرى تريدوها بابا؟ سؤال للجميع. رحم الله والديك دكتور. ان شاء الله نتوفق بهذه، وان شاء الله هاي بس مؤقته ونرجع للكليه ان شاء الله. احنا اليوم بدايه محاضرتنا حتكون سؤالين، لانه نريد شويه نطبق مو فقط قوانين واشتقاقات، نريد شويه نطبق حل اسئله. السؤال الاول هو مراجعه للمحاضره السابقه. انا اتقصدت ما خليت الحل كله، بس اريد من الحاضرين ان نتناقش وشلون نحله. السؤال هو For the channel model shown, find أولاً source entropy rate if tau x1 يساوي 1 ملي سكت and tau x2 يساوي 2 ملي سكت. I x1 يساوي 2 bits. المطلوب الثاني أوجد the trans information. أنا أخليكم hint بداية الحل وراس الشريرة. يقول عليها بداية الحل. أول ملاحظة أقولها أنه بالمحاضرة السابقة كان ناضينا المصفوفة ورسمنا الموديل الرياضي. هنا بهذا السؤال بالعكس، إذا تذكرون بنهاية محاضرتي من الأسبوع الماضي ذكرت هذا الشيء، بالمرات بالعكس يعطينا الشانل موديل ويطلب من عندنا مطالب نحققها ونكملها. هنا بهذا السؤال نعطينا الشانل موديل. الشانل موديل مثل ما قلت لكم من يعطينا اياه فيا probability، هذه الارقام الموجوده ال probability نسميها transition probability اللي هي p y given x. وقلنا ليش بالذات p y given x؟ لانه الاس طالعه من الاكس باتجاه y. الارقام الموجوده هنا ايضا حكينا عليها ملاحظه بالمحاضره السابقه. قلنا الاسهم اللي طالعه من الترانسميتر مجموع الاسهم طالعة من كل رمز يجب ان يكون احتمالياتها واحد. يعني مثلا اذا تشوفون هسه هنا x1 y1 نعطينا 0.9 بس ما نعطيني x1 y2، بما انه فقط اكو سهمين فاذا الاحتماليه انه x1 يصير y2 هو 0.1. سجلوها يذكر. نفس الشيء بالنسبه الى x2، نعطينا x2 y3 اللي هو 0.8 بس ما نعطينا x2 y2، فإذا المفروض x2 y2 كم من 0.8 في الواحد اللي هي 0.2. إذا هسه ايش كملنا هذا؟ كملنا الشانل موديل، الأرقام النقص بالرسم كملناها من خلال مجموع الاحتمالات اللي طالعة من كل رمز بالترانسميتر باتجاه الريسيفر مجموعها واحد. هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية والملاحظة الثانية انه نعطيني اي اكس 1 يساوي 2 بيتس، يعني ما نعطيني بي اكس 1، نعطيني السيلف انفورميشن مال اكس 1. اذا تتذكرون المحاضرة الاولى اي اكس 1 شو يساوي؟ يساوي ناقص لوج الاحتمالية. اذا بالعكس يعني نعطيني كانه نعطيني الاي للبي. فش اقول؟ اقول اي اكس 1 يساوي 2 ويساوي ناقص لوج بي اكس 1، وهي معادله المجهول بها داخل اللوج يصير انتي لوج، يعني يصير 2 السالب 2 اللي هي ربع. طيب من طلعت الربع مال اكس 1، اكس 2 شو اللي حطلعها؟ من يجاوب بي؟ احتماليه اكس 2 اذا كان اكس 1 ربع، اكس 2 شو احتماليته؟ من يجاوب واحد من الحضور؟ صار واحد ناقصا ربع احتمالية. واحد ناقصا ربع.
اليد هاي الفقرة الأولى. ليش دري تحسب احتمالية اليد؟ مش زي اللي عندي، اللي عندي بالمطلوب الأول هو السورس انتروبي ريت. تذكر السورس انتروبي ريت أول خطوة لازم نحسب السورس انتروبي. وعلى ما نحسب السورس انتروبي لازم يكون عندنا احتماليات مال الإكس موجودة فيه. احتمالية إكس 1 طلعناها ربع، احتمالية إكس 2 واحد ناقص الربع اللي هي 3/4. من هالاحتماليتين راح نطلع الـ HX. ترى هذا السؤال راح تكملون الحل مالته، كملوه انتم وبراكتس إلكم. فطلعنا ربع بـ 3/4، طلعنا HX. بعدين الـ Source Entropy Rate شو يساوي؟ هو مو محاضراتكم السابقة عبارة عن HX على تاو افريج. لازم نحسب تاو افريج. تاو افريج شلون نحسبه؟ نحسبه خلال الزمن مع كورنج، نعطينا التاو مع الـ X1 اللي هو 1 ملي سكن، والتاو مع الـ X2 2 ملي سكن. وكل زمن نضربه بالاحتمالية مالته، يعني 1 ملي سكن في ربع زائد 2 ملي سكن في 3/4 يطلع عندي تاو افريج. أقسم الـ HX على تاو افريج يطلع عندي الـ RX اللي سمينا شنو؟ السورس انتروبي. المطلوب الثاني يريد الترانس انفورميشن. ترانس انفورميشن، ترانس انفورميشن هي شنو؟ اي اكس واي. الاي اكس واي لازم احسب البروبابيلتيز مال اكس موجوده عندي كلها، واحسب الترانزيشنال بروبابيلتي مال واي قبل اكس، او احسب البروبابيلتي مال واي. اعوض بالقانون مال اي اكس واي اللي دبل سميشن، هذا اللي جينا عليه بالمحاضره السابقه. اللي ما بي اشاره، أول إشارة مالته داخل السام تكون موجب سالب حسب الريشيو بص على مقام، إذا تتذكروا. برجع المحاضرة مال الأسبوع الماضي، أكتب القانون مالته وأحسب الـ IXY. هذا براكتس لكم لمراجعة لمحاضرة السابقة. الآن نحل سؤال آخر. سؤال كلش مهم هذا. قال أنا بالتفصيل الثاني أهميته. نعم، اسألوا. اسألوا من هاي بدايه الاثنين لوج ايش قد عوضناها؟ لوج ايش قد حتى طلعت ربع؟ من الاساس اثنين، احنا ايش قلنا بالمحاضرات السابقه؟ قلنا اذا اللوج ما ينذكر الاساس اللوغاريتمي فاوتوماتيكيا ايش قد ناخذه؟ يا علي يا اساس اتفقنا عليها هذه دائما اذا اساس اثنين دكتور تمام؟ قصدي البي للاكس مال لوج ايش قد ناخذها؟ اثنين نعوضها؟ اثنين وقلنا لو غارت من الاساس اثنين، انتم ما مطبوع احنا انا بس هي لو غارت من الاساس اثنين ما مطبوع عندكم، بس هي لو غارت من الاساس اثنين واعتقد انه ذكرنا انه اللوج الاساس اللوغاريتمي ما انفورميشن ثيوري هنا دائما ناخذ الاساس اثنين. فلهذا صار عندي اثنين سالب اثنين اللي هو 1/4 اللي هو الربع. بعد من عنده سؤال على هذا المثال اللي عندكم انتم تبعون تقصد محليته حل كامل، يعني اريدكم انتم تخلوه بورقه الزم ورقه وقلم الكالكوليتر وطلع نتائج. فيديو طبعا شرحت الحل كله، شرحت طريقه الحل كله، شرحته شلون نحل السؤال انا شرحته كله، شرحته. اللي ما فهم يسالني، اللي ما عرف او فهم او فقط عليه يسألني. اكو طلاب يريدون يدخلون، مو مصطفى؟ اكو طلاب اي اكو، لانه هذا متاخرين احنا يوميا الصبح نفس المشكله. من عندنا؟ غدير. غدير صباح. اكو سؤال على هذا المثال الاول؟ زين. Find and plot the trans information for a binary symmetric channel, BSC channel, shown if P0 transmit يساوي P1 transmit يساوي نص. هذا السؤال من راح احله راح تستفيدون من عنده بحل الجزء الثاني مال السؤال القبلي. انتبهوا زين. يقول راح نحسب لا ترانز انفورميشن، يعني هو نفس المطلوب بعد السؤال اللي المفروض تحله، بس غير ارقام غير سؤال غير مدير رياضي. شلون نجد الاي اكس واي؟ اذا غير المدير مال الشانل، بس هذا السؤال كلش مهم، لانه هاي الشانل نسميها الباينري سيمتريك شانل،
BSC مختصر باينري سيمتريك شانل. كلش مهمة لأن هي very practical. كل الاتصالات الرقمية الحالية الباينري الموديل الرياضي مالتها هو هذا. شنو هو هذا؟ بابا زين عندي 0T بالجهة اليسار و 1T، يعني شنو؟ يعني احتمال ربط 0 يرسل وربط 1 يرسل. T يعني transmit. الريسيفر هو 0R و 1R، يعني يستلم 0 أو يستلم 1. الأسهم الموجودة اللي تشوفوها 0T سهم من 0T إلى 0R، هذا 1 ناقص PE. بينما من 0T إلى 1R هو PE. يعني لاحظون ملاحظة مالتي انه مجموع هذني 2-1، بمعنى انه هاي 0 ممكن يوصل 0 صحيح، احتمالية 1 ناقص PE، و 0 يصير 1 بالخطأ يصير احتمالية PE. إذا PE هي شنو هنا؟ PE هي احتمالية الخطأ. صفارة واحدة ترسل من الترانسميتر إلى الريسيفر بس فيها يصير خطأ بسبب النويز والديستورشن اللي حكينا عليها مال الشبكة. الفكرة وين هنا؟ الفكرة انه احتمالية الخطأ اللي تصير بالزيرو يصير 1، ونفس احتمالية الخطأ ال1 يصير 0. يعني 0 يصير 1 احتمالية تي اي، وال1 يصير 0 ايضا احتمالية تي اي. لهذا يسموه سيمتريك. يسموه شنو سيمتريك؟ يعني متناظر. هذا شباب هذا very practical model. معظم الاتصالات الرقمية هي من هنا. وكذلك تفاوت إنه احتمالية الزيرو مثل احتمالية الون بالجهة البلاستيكة. كل واحدة من هذه الاحتمالية تنص. بينما السؤال اللي قبله هذا سؤال مو كلش practical. وراء هذا الباينري سيمتريك شانل very practical channel. طيب مطلوب من عندنا تريد من عندنا أن نحسب الـ transformation اللي قلنا المعنى الفيزيائي مالتها والمعنى الحقيقي مالتها هي إرسال المعلومات من المرسلة للمستقبل. جد عندي معلومات. الـ PE هي احتمالية الخطأ من الناحية النظرية. المفروض الـ PE إذا ماكو إرسال أو إذا ماكو خطأ العفو، الخط الواصل بين الزيرو والوان أو بين الوان والزيرو ينقطع، يصير زيرو يصير زيرو والوان يصير وان. هذا الحالة المثالية. بس بما انه اكو خطا بين الترانسميتر والريسيفر، اكو احتمال 0 يصير 1 او 1 يصير 0، وهاي الاحتماليتين يعتبرها يعني مشابهه وقيمتها تي، لهذا سميتها سيمتريك متناظر. شو اللي حبدي حل السؤال؟ اول شيء راح اقول 0 تي هو اكس 1، كانه يعني 0 تي هو اكس 1. احنا بالمحاضره السابقه كنا نقول ان نبدا جهه الترانسميتر اكس وجهه الريسيفر واي، هي نفس الشيء. 0T يعني X1 وال1T يعني X2. 0R يعني Y1 وال1R كأنه Y2. أول خطوة أجي أكتب الـ Transition Probability، هذه اللي PY given X. شو راح أكتبها؟ أقول PY given X يساوي مصفوفة 2 ب 2. ليش 2 ب 2؟ عندي ربزين بالترانسميتر وربزين بالريسيفر. X1 X2 بجهة الترانسميتر، واي 1 واي 2 جهة الريسيفر، واجي اصفط الارقام اللي اعطاها من الموديل. هذا الشيء اكس 1 واي 2 اجي بي اي، بين اكس 2 واي 1 اجي بي اي، وبين اكس 2 واي 2 اجي 1 ناقص بي. تقول هاي المصفوفة هي مصفوفة سكوير مربعة 2 ب 2 وسيمتريك ماتريكس، مصفوفة متناظرة. يعني فيها القطر الرئيسي هي احتمالية الصواب، والعناصر خارج القطر الرئيسي نسميها الاوف دايجونال هي احتمالية الخطأ تي. من أجل أن أحسب الترانس انفورميشن إذا تذكرون القانون ما تحتاج أن نعرف الجوينت بروبابيلتي. نعرف الجوينت بروبابيلتي، وسبق ان تعلمنا شلون نحسب الجوينت بروبابيلتي من كونديشنال بروبابيلتي. كل ما هنالك يعني اعرف انه الجوينت بروبابيلتي في اكس واي هو البي واي جيفن اكس او ربع البي اكس. هو يعني عندي البي واي جيفن اكس كمصفوفه، فمن اجل ان احسب الجوينت بروبابيلتي ماتريكس
كل ما هنالك اجي على الصفوف فاي تي واي جيفن اكس، اضرب الصف الاول باحتماليه اكس 1 يطلع عندي الصف الاول بالمصفوفه مال الجوينت بروبابيلتي، واجي اضرب الصف الثاني باحتماليه اكس 2 يطلع عندي الصف الثاني بالجوينت بروبابيلتي. احنا بنتذكرون شباب المحاضره السابقه سوينا بالعكس، من هو ناطيني الجوينت بروبابيلتي يريد الكونديشنال قسمنا، احنا بالعكس هو نطاني الكونديشن ونريد نحسب الجوينت فنضرب. اذا صار عندي بي اكس واي يساوي نصف واحد ناقص بي اي نصف بي اي، وكذلك الصف الثاني نصف بي اي ونصف واحد ناقص بي اي. طيب من هاي الخطوه اجي احسب البروبابيلتي مال واي. اذا تتذكرون احتماليه الواي دكتور هاي مين جبنا النصف؟ النصف منين جبنا؟ السؤال يعني احتمالية الـ X1 نص واحتمالية الـ X2 نص. أو السؤال منطق السؤال الـ P0T يساوي P1T يساوي نص، واضحة مرتضى؟ واضحة واضحة. فضربنا الصف الأول باحتمالية X1 اللي هو احتمالية الـ 0T، والصف الثاني باحتمالية X2 اللي هو أيضا نص. طيب من حسبنا الـ Joint Probability اللي بنحسب الـ Probability مع الـ Y، احتمالية الواي تذكرون من المحاضرة السابقة شلون نحسبها من الجوينت ماتريكس؟ نحسبها بمجموع الأعمدة، نجمع العمود الأول مال واي 1، نجمع العمود الأول يطلع نص، والعمود الثاني يطلع نص. شيء ملاحظ هنا أنه احتمالية الواي طلعت مثل احتمالية الإكس بالضبط. لاحظتنا على هذه النتيجة نقول ليش طلعت احتمالية الواي مثل احتمالية الاكس؟ بالغرب اكو خطأ، يعني اكو اصفارة صارت وحدات، وحدات صارت اصفارة، بس احتمالية الاكس اللي هي نص بنص وقد نفس احتمالية الواي اللي هي نص بنص. السبب انه الانبوت مالتي اللي هو احتمالية الاكس متساوية الاحتمالية، والاحتماليات الخطأ ايضا متساوية، مال الزيرو يصير 1 او الواي يصير 0، فتبقى محافظ الاحتماليات بالواي ايضا تبقى متساويه الاحتمال. طبعا هاي الحاله مو دائما تصير، يعني اذا تغير الشانل اذا كان مو سيمتريك، اذا الشانل مو سيمتريك ما راح تصير هاي الحاله، بس طريقه حل رياضي هو هذا البروسيجر اللي نسويه احنا. هذا البروسيجر من الموديل مال الشانل اسوي اطلع المصفوفه مال الواي جيفن اكس، اضرب الصف الاول باكس 1 الصف الثاني باكس 2 يطلع الجوينت. إذا أردت أحسب احتماليات الواي راح تكون احتماليات الأعمدة. طيب ليش داعي نمشي بهذا الطريق؟ لأنه أريد أطبق القانون اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة. الخطوة اللي وراها أجي أحسب الـ HY. هنا بما أنه الاحتماليات متساوية، قلنا بالمحاضرة السابقة أنه كل الاحتماليات متساوية الانتروبي يكون قيمته العظمى يساوي لوج عدد الرموز، إذا يساوي لوغاريتم 2 الأساس 2 اللي هو 1 بت. إذن HY يساوي HY maximum يساوي 1 bit. واضح هاي ليش؟ لأنه الاحتماليات متساوية. شلون راح نوجد الـ IXY؟ أنا أريد أوصل إلى القانون اللي هو IXY بالسطر الأخير بالسلايد. شوفوا IXY يساوي HY ناقص HY given X. إذا طبق هذا القانون وأحسب الـ IXY. أول خطوة إذا أنا طلعت HY طلع 1 bit. شلون اوجد اتش واي جيفن اكس؟ القانون مال اتش واي جيفن اكس اذا تتذكروه هو ناقص دبل سمنيشن جوينت بروبابيلتي لوج كونديشنال بروبابيلتي. طيب زين شباب علي اخو طلاب تقدر تقول لي تقوم بالصفحه اخو طلاب؟ هذا نعم هذا الجواب يعني انا يعني انا يعني صعبه تخش على طالب شنو ذنب الدور؟ يعني بدون نبقى ماكو وينه ماكو احد. طب وطلع لا مصطفى مصطفى اللي يريد يدخل مصطفى عادل ما دا يطلع عندي ما دا يطلع عندي شباب خلي عيد الكره مره ثانيه امر بك يعني الساعه 9 الا 5 هو يعني شنو ليش يجي بال 9 الا 5 يعني نت عنده غالبيه العظمى ما يجون حتى قبلي والله دا افتح اني ب 8 ونص الا 5 اشوف طلاب دا ينتظرون يعني هم اول ما افتح طلاب قبلي يعني ما يصير طالب بال 8 ونص الا 5
من لم ينتظر للتسعة تريدنا مصبر يدنا ننتظر لاندر يجي يدخل أرجع انتظر منه بعد قول اي ما افتهمت ليش الو منو ذا يحكي واحنا قلنا ملاحظه هذه حكينا عليها سابقا قلنا اذا الاحتمالات متساويه الانتروبي يكون قيمه العظمى يساوي لوغاريتم عدد الرموز اتش واي يساوي اتش واي ماكس يساوي واحد الواحد المانجر هو لوغاريتم 2 للاساس 2 لوغاريتم ان لان هنا 2 لوغاريتم 2 للاساس 2 يطلع شقد يساوي 1 مصطفى عادل مصطفى عادل نعم مصطفى عادل نعم واضح هسه اللي سأل هذا السؤال شلون صار واحد بت لوغاريتم 2 للاساس 2 عندنا رمزين بس الواي واي 1 وواي 2 احنا اخذنا قلنا من تكون متساويه الاحتماليه الرموز من تكون متساويه الاحتماليه الانتروبي يساوي لوغاريتم عدد الرموز ويكون قيمه العظمى يساوي لوغاريتم ان لان هنا 2 لوغاريتم 2 للاساس 2 هي 1 بس النقطه المهمه كلكم تنتبهوا لي شوفوا شلون دا احسب اتش واي جيفن اكس اتش واي جيفن اكس وش يساوي وناقص دبل سميشن جوينت بروبابيلتي لوج كونديشنال مال واي جيفن اكس ايش اسوي يعني كانه هاني عندي باع لي فوق المصفوفتين موجوده المصفوفتين موجوده مصفوفه الجوينت ومصفوفه الكونديشنال ايش اسوي اجي اخذ الحد الاول بالجوينت اللي هو نصف واحد ناقص بي لوج واحد ناقص بي طبعا هذا الناقص سميشن مال دبل سميشن كم حد هذا بي المفروض هاي السميشن اربع حدود بيها بس الملاحظه انه اكو كل اثنين متشابهات اللي بالقطر الرئيسي متشابهات واللي بالاوف دايجونال ايضا متشابهات فايش دا اقول اقول نصف واحد ناقص بي اي لوغاريتم بالاساس 2 1 ناقص بي اي وهي تتكرر مرتين بالعناصر الموجوده بالقطر الرئيسي زائدا نصف بي اي لوغاريتم بالاساس 2 بي اي ليش نصف بي اي لوغاريتم بي اي؟ لانه نصف بي اي يعني جايبها من المصفوفه مال الجوينت لوغاريتم بي اي هي جايبها من المصفوفه مال الكونديشنال بروبابيلتي وهي العمليه تتكرر مرتين يعني هذا ضربتها في 2 فالاثنين وين النص تختصر يطلع اتش واي جيفن اكس يساوي ناقص قوس كبير 1 ناقص بي اي لوغاريتم الاساس 2 1 ناقص بي اي زائدا بي اي لوغاريتم الاساس 2 بي اي هذا ايش طلعت هسه؟ طلعت الاتش واي جيفن اكس طيب اي اكس واي شو يساوي؟ اي اكس واي يساوي اتش واي ناقصا اتش واي جيفن اكس الاتش واي ايش قد قيمته؟ قيمته 1 ناقصا ناقص وين ناقص؟ اللي موجوده قبل القوس مال اتش واي يصير زائد اذا اي اكس واي شو يساوي؟ راح يساوي 1 زائدا 1 ناقص بي اي لوغاريتم الاساس 2 1 ناقص بي اي زائدا بي اي لوغاريتم الاساس 2 بي اي الفكره وين؟ الفكره انه انا اريد اطلع الترانس انفورميشن بدلاله الايرور بروبابيلتي اشوف المعلومات اللي حتروح للريسيفر شنو علاقتها باحتماليه الخطا من الناحيه المنطقيه نقول انه كل ما تزيد احتماليه الخطا اللي هي البي اي كل ما المعلومات اللي توصل للريسيفر تزيد لو تقل منطقيا الواحد يجاوبني اذا احتماليه الخطا تزيد المعلومات شو يصير بيها نعم تقل منطقيا تقل لو جيت رسمت هاي المعادله اللي هي اي اكس واي
يساوي واحد زائد واحد ناقص بي لوج واحد ناقص بي زائد بي لوج بي. أشوف الرسم مالتها من بي اي صفر الاي اكس واي بقيمته العظمى اللي هو بت واحد بت، بس يصفر 100% يصير صفر، يكون البي اي نص او ربع، نخلي بي اي نص يطلع عندك اي اكس واي صفر. يعني الرسم مال الاكس اكسس، الرسم مال الاكس اكسس، الرسم مال الاكس اكسس هو البي اي، بينما الواي اكسس هو الاي اكس واي. يشوف انه القيم من صفر الى نص الاي اكس واي مثل ما متوقع، مثل ما قلت انه ايش يصير بي يقل الى ان يوصل للصفر. احتماليه الايرور، احتماليه الخطا تزيد باتجاه النص، الاي اكس واي يبدي يقل الى ان يصير صفر، يصير صفر بالنص. بس الملاحظ هذا الشيء الغريب اللي لازم نفسره فيزيائيا، انه من البي اي زيد عن النص، بين النص والواحد ترجع تزيد مرتله. يعني تخلي بي اي واحد يرجع الاي اكس واي يرجع قيمته واحد يرد يزيد. طيب هاي شنو؟ اولا الملاحظه الاولى اللي نقولها انه البي اي ماكو شانل بي اي مالته 0.5 او 0.6 او 0.7. عمليا احتماليات الخطا هي ارقام قليله جدا، يعني عمليا احتماليات الخطا البي اي هي فتشي 1%، 1 بالالف، 0.05 0.03. يعني احتماليات الخطأ هي فد رقم قريب من الصفر، مو صفر بس قريب من الصفر. فإذا من الناحية المنطقية، من الناحية العملية، ما عندنا احتمالية خطأ 0.4 مثلا، يعني معناتها 40% من المعلومة غلط. هذه تعتبر شانل مو صحيحة، من ينقطع النت الحقيقة من تصير البي اي نوس، يعني معناتها الشانل ينقطع ارسالها. اما ليش دا يزيد الاي اكس واي؟ نفسر ليش دا يزيد. لو تجي تتفاوض على الموديل مال الشانل وتخلي بي اي واحد، هذا الموديل مال الشانل لو كان بي اي واحد شو يصير؟ نقدر يقول لي رسم شلون راح يصير اذا بي اي واحد؟ اذا بي اي واحد نقدر يقول لي رسم شلون يصير؟ يفتح المايك ويجاوبني. إذا البي اي واحد يفتح المايك ويجاوبني. لا هو أنا سؤالي على الرسم هذا مال الشانل، إذا البي اي واحد شلون يصير الرسم؟ إذا البي اي واحد شو يصير؟ الخط الواصل بين الزيرو يساوي واحد حينقطع، تمام؟ ويصير كأنه زيرو دائما يصير 1 وال 1 دائما يصير زيرو، تمام؟ واضح؟ بهذه بمعنى انه كل اللي يسوي الريسيفر اذا يريد يحصل المعلومه كامله، كل اللي يسوي انه مجرد يخلي انفرتر، انفرتر ويحصل المعلومه كامله. المشكله هي بالمنتصف، ان يكون بي اي نص، ان يكون بي اي نص بعد الريسيفر في حيره من امره، ونسمي تشانل تسمية channel نسميها useless channel. useless useless يعني غير ذات فائدة، غير ذات فائدة، ما بيها فائدة. إذا PE تصير نص، سجلوها يمكم، تكون PE نص وال IXY يصير صفر، نسمي هذا channel useless، ما بيها فائدة لأن ينقطع الإرسال. إحنا الحالة اللي جهة اليسار من يكون الـ IXY 1 والـ PE 0 وكأنه الزيرو دائما يوصل صح والـ 1 دائما يوصل صح، لكن من جهة اليمين الـ PE 1 راح يصير الزيرو دائما 1 والـ 1 دائما 0. وهاي كلمة دائما إذا يستفيد من عندها الريسيفر مجرد يخلي انفرتر يحصل على المعلومة الكاملة. هاي من الناحية الفيزيائية، أما من الناحية العملية فما عندي يعني بي اي قيمتها 0.6 ولا 0.7. البي اي القيم العمليه مالتها هي قد رقم هواي اقل من واحد، يعني بي اي مثلا 0.1
يعني شنو PE.1؟ نقول PE.1 يعني 10% من الصفارة والوحدات توصل خطأ و90% توصل صح، اللي هي الباوع الـ 0.1 فتشي رقم يعني من جهة اليسار يسار الزيرو ويعطيك الـ IXY حوالي 0.5 أو 0.55. واضح؟ عملياً الـ PE هو رقم قليل، والستاندرد مالته بالاتصالات هو 10 سالب 3. تجلوها يمكن الستاندرد مال الـ PE بالاتصالات هو 10 سالب 3. يعني شنو 10 سالب 3؟ يعني 1 بالألف، يعني من كل 1000 بت أكو بت 1 خطأ اللي إحنا نريد نوصل له. نقول PE 10 سالب 3 يعني 1 بالألف، يعني احتمالية الخطأ بالإرسال من كل 1000 بت أكو عندي 1 خطأ، من كل 10,000 بت أكو 10 خطأ وهكذا. شباب واضح هذا المثال؟ هذا المثال كلش مهم وكلش عملي، وكل الاتصالات الرقمية مبنية على هذا التحليل الرياضي اللي هسه سويناه. أكو سؤال عليه؟ هذا نسميه باينري سيمتريك شانل. ليش نسميه باينري؟ يعني بي 0 و 1 فقط. ليش نسميه سيمتريك؟ يعني احتماليات الصفر يصير خطأ 1 أو 1 يصير 0 خطأً، هي متساوية. هذه هي التسمية، وهذا very practical channel. Very practical channel case. أكو سؤال عليه؟ ماكو سؤال. هذا سؤال تحلوه practice لكم. A binary symmetric channel has PY given X 0.8, 0.2, 0.2, 0.8. If I0t يساوي 3 bit. Find system and losses entropies. هو تقريبا يشبه السؤال اللي قبل اللي أنا حليته، بس ايش غيرت به؟ أول شيء غيرت الأرقام، خليت الـ PE قيمتها 0.2، خليت الـ PE قيمتها 0.2. واضح؟ والواحد ناقص PE لحيث يعني كأنه احتمالية الخطأ هنا خليتها 20%، احتمالية الصواب 80%. بس ايش ناطيني؟ ما قايل لي PX1 يساوي PX2 يساوي نص، لا. قايل لي I0T يعني احتمالية السيلف انفورميشن مال الزيرو هي 3 بت. شلون المثال اللي بدينا به محاضرتنا؟ شلون نطلع البروبابيلتي مال الزيرو تي من السيلف انفورميشن؟ نقول حنقول 3 تساوي ناقص لوج بالاساس 2 مال بي اكس 1 اللي هو تطلع 2 سالب 3 اللي هو 1/8. فمن هذه 1/8 الزيرو ال1 راح يصير 1 ناقص 1/8 يعني 7/8، وبالتالي راح يصير عندي شنو؟ مو مثل السؤال القبل، احتماليات الاكس مو نص بنص مثل ما حلينا السؤال القبل، لا. راح يصير عندك الصف الاول بتجي تضربه راح تضربه باحتماليه اكس 1 اللي يختلف عن احتماليه اكس 2. فالصف الاول راح تضربه برقم يختلف عن احتماليه الصف الثاني اللي راح تضربه به، وتكمل حل السؤال. يريد سيستم انتروبي، يعني تجي تحسب ال HXY اللي حكينا عليه بالمحاضرات السابقة. ال HXY شو يساوي؟ يساوي HX زائد HY given X. طبق هاي الثلاثة المتطابقات اللي أخذناها سابقا وبرهناها. Losses entropy اللي هي HY HX given Y. فهذا سؤال لكم تتحلوه. Practice. دكتور ممكن تعيد المعلومات البداية مع 3 بت؟ أعيدها؟ نعم دكتور. أقول IX 0 I0T تساوي 3 بت وتساوي ناقص log PX1، لأنه اعتبرت أن 0T و X1. فإيش راح يصير عندك؟ PX1 يساوي 2 سالب 3. اللوغاريتم الأساس 2، فيصير P مال 0T يصير 2 سالب 3، يعني 2 سالب 3 يعني 1/2 3 يعني 1/8. واضحة؟ من يطلع الاحتمالية الزيرو تي 1/8، إذا الواحد تي شو قاعد تكون؟
واحد ناقص واحد على ثمانية اللي هي سبعة على ثمانية. واضح؟ وتكمل السؤال بنفس الطريقة اللي حليت بها السؤال هذا. هم تجي تكتب المصفوفة موجودة أصلا هنا، مجرد تضرب الصف الأول بواحد على ثمانية والصف الثاني بسبعة على ثمانية يطلع عندك الجوينت ماتريكس. تجي تحسب الاحتماليات الواي 1 والواي 2 مثل ما حليت السؤال هذا قبل شويه. اللي شويه تطبقون شباب، مطلوب ان تحلون ترى، ويمكن نهايه المحاضره ما اليوم او باكر راح انزلكم فد 5-6 اسئله منتقات حاولوا تحلوها انتم ونتناقش بها. ممكن نخصص محاضره كامله اذا تريدون، ما ناخذ ماده جديده مثلا الاسبوع القادم، بس نناقش بها مثلا هالخمس تمارين، كل واحد يحاول ويجي هنا يسال شلون ينحل هذا السؤال. اتفقنا؟ اذا مو نهايه محاضره اليوم فباكر نهايه محاضرتنا خليكم بالكلاس مجموعه تمارين مطلوب حلها ونتناقش بها، نعتبرها محاضره توتوريال للاسبوع القادم. اكو سؤال لحد الان؟ اكو سؤال لحد الان؟ دكتور انا ما عندي سؤال على المحاضره، بس هنا عندنا طالبه اسمها مروه طارق تريد تدخل الميت وما تقدر. مروه طارق وينها؟ ما محمد وليد يريد يدخل. هاي احنا هاي مشكله ترى، حلوا لي اياها انتم، حلوا لي اياها شلون؟ يعني هي كان فاصل عندها النت وها سجلت الكهرباء. يلا انا اللهم على الصابرين بعد ما. وين مروه طارق؟ مروه طارق ماكو دم. اكو سؤال لحد الان على الشيء اللي اخذناه من بدايه المحاضره الان؟ ماكو. عنوان اخر ترنري سيمتريك شانل مختصر تي اس سي. ترنري يعني شنو بالعربي؟ ثلاثي، باينري ثنائي. هنا نعمم الحاله مال الباينري سيمتريك شانل على ثلاثي، على شانل ثلاثيه سيمتريك كذلك سيمتريك. يعني كانه انا ايش عندي؟ عندي ثلاث رموز بالترانسميتر X1 X2 X3 وثلاث رموز بالرسيفر Y1 Y2 Y3. هنا من جهة اليسار عن هذه المصفوفة ومن جهة اليمين هذا الموديل مال الشانل. شباب كلش مهم ان نفهم الربط بين هذا الرسم وبين المصفوفة. اللي لحد الان ما يعرف يحول الرسم الى مصفوفة او مصفوفة الى رسم فليسأل يقول استاذ ترى ما افتهمت اعيد، يعني ما عندي مانع اعيد مره ومرتين وعشر مرات. هاي مهمه، هاي الفقره كلش مهمه. يجب ان كليتنا نتعلم شلون ننقل المعلومات مال الموديل الرياضي كمصفوفه ننقلها كرسم نسميه الشانل موديل او بالعكس. بس شوفوا بعض نباوع على المصفوفه ايش راح نشوف؟ دي واي جيفن اكس، X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 هاي مصفوفه مربعه. وإذا باوع الصف الأول شو أشوف؟ أشوف 1 ناقص 2 تي اي اللي بين X1 وY1 وبين X1 وY2 راح أشوف بي اي وبين X1 وY3 أيضا راح أشوف بي اي. يعني شنو؟ يعني X1 أدزه احتمال يصير Y1 يستلم صحيح كأنه مثل ما نقول، يعني تخيل أنت عندك هنا X1 X2 X3 هي أي بي سي ثلاث حروف. تخيل X1 X2 X3 هي A B C. الـ A يوصل A احتماليتها 1 ناقص 2 P E. بس الـ A يوصل B احتماليتها P E. الـ A يوصل C احتماليتها P E. لهذا خليت 1 ناقص 2 P E. هنا ليش خليت 1 ناقص 2 P E؟ احنا اتفقنا مجموع الأرقام الموجودة في كل صف من الـ PY given X يجب أن تكون 1. أو من الرسم لأن مجموع الاحتمالات مال الأسهم الطالعة من كل رمز بالترانسميتر هي 1. نشوف إن أنا من هاي بي إي بي إي على مود يكمل الواحد راح يصير 1 ناقص 2 بي إي. نجمع هسه الصف الأول شو يطلع لي؟ يطلع لي 1. نفس الشيء بالنسبة للإكس 2. الإكس 2 واي 1 بي إي بس الإكس 2 واي 2 1 ناقص 2 بي إي والإكس 2 واي 3 بي إي. X3Y1 PE، X3Y2 PE، X3Y3 1 ناقص 2 وكأنه أنه
العناصر مال هاي المصفوفة الموجودة بالقطر الرئيسي تمثل احتمالية شنو؟ احتمالية الصواب انه A يوصل A او B يوصل B او C يوصل C. لكن الاحتمالات اللي خارج القطر الرئيسي هي احتمالات الخطأ، انه A يوصل B او A يوصل C او B يوصل A او B يوصل C او C يوصل A او C يوصل B، يعني احتماليات الخطأ. ليش سميناها سيمتريك؟ سميناها سيمتريك لأنه يعني احتمالية الA يصير B أو احتمالية الA يصير C متشابهة، متساوية الاحتمالية PE نفسها هنا PE PE. وشوف أنه صفوف الثلاثة هذه هي نفسها بس مجرد متغيرة المواقع، كل صف B واحد ناقص اثنين PE وPEات اثنين. من أجي أروح بالرسم أشوف أنه الخط الواصل بين X1 وY1 هو 1 ناقص 2 PE، الخط الواصل بين X2 وY2 هو 1 ناقص 2 PE، الخط الواصل بين X3 وY3 هو 1 ناقص 2 PE. فيما عدا ذلك الخطوط الأخرى هي كلها PE اللي نسميها Off Diagonal Element. طيب هذا Channel اللي هو Ternary Symmetric Channel نقول عليه هذا Symmetric but not very practical، لكن مو عملي من الناحية العملية، مو عملي كلش. سينز ليش؟ قد يجيك تعليل ليش هذا مو عملي. سينز براكتيكلي من الناحية العملية، أنا أقرأ على هاي الجملة كاتبين سينز براكتيكلي X1 and X3 do not affected so much as X2. يعني شنو معناته؟ يعني من الناحية العملية الـ X1 والـ X3 من الناحية العملية ما يتأثرون مثل X2. In fact في الحقيقة الـ interference التداخل بين X1 و X3، بين X1 و X3، التداخل بين X1 و X3 is much less، هو هواي أقل من التداخل than interference between X1 and X2 أو X2 and X3. هاي جملة كلش مهمة تربطنا او خلينا نفهم ليش يصير ايرور، من هو التداخل اللي دي يسوي الايرور. يعني لو تخيلت الاكس 1 هي فولتيه والاكس 2 هي فولتيه والاكس 3 هي فولتيه، فاذا اعتبرت الاكس 1 مثلا ناقص 5 فولت والاكس 2 0 فولت والاكس 3 زائد 5 فولت، من تداخل هاي الفولتيات مو من المعقول الناقص 5 يصير زائد 5 بسهوله، لأنه يعني الفرق بين الناقص 5 وزائد 5 10 فولت. بس من الممكن أنه الصفر والخمسة فولت أو الصفر والسالب 5 فولت يتداخلون. فإذا من الناحية العملية ما ممكن احتمالية الخطأ اللي يصير بالإكس 1 يصير واي 2 ونفس احتمالية الخطأ اللي يصير إكس 1 يصير واي 3، هذا مو عملي. ليش مو عملي؟ يعني الانترفيرنس بين X1 و X3 التداخل بيناتهم هو هواية أقل من التداخل اللي يصير بين X1 و X2 و X3. حتى برسمهم واضح حق بعضكم، X1 بعيد عن X3، يعني مثل شلون ثلاث طلاب قاعدين بقاعة، واحد قاعد بالصف الأول واحد بالنص واحد بالأخير، ممكن انه X1 ينقل من X2، X2 ينقل من X3، بس X1 صعب ينقل من X3 بعيد عنه. فاحتماليات هنا مال الخطا بين X1 و X3 ما راح تكون نفس احتماليات الخطا بين X1 و X2 و X2 و X3. هو نموذج رياضي نسميه سيمتريك بس مو براكتيكال. المور براكتيكال هو الرسم الجوا. الرسم الجوا مور براكتيكال، شوف شو مسوي يعني باعه. ايش قايل؟ هو نفس الرسم، ايضا ثلاث رموز X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3. ايش خال؟ خال X1 Y1 واحد ناقص PE، X1 Y2 PE. نفس الشيء بالنسبة لX3، X3 Y3 واحد ناقص PE، X3 Y2 PE. بينما X2 خطيه هذا المسكين صاير بالنص، X2 ممكن يصير Y1 باحتمالية PE، ممكن يكون Y3 باحتمالية أيضا PE، وبالتالي X2 Y2 واحد ناقص 2 PE. إذن
إذا أردت أحول هذا الموديل إلى مصفوفة أضعه على جهة اليسار لنفس هذا الموديل، بحسب PY given X صف الأول 1 ناقص PE بعدين PE بعدين صفر، ماكو احتمال الX1 يصير Y3، بعيد الX1 ماكو احتمال، يعني الخط الواصل بين X1 و Y3 قطعته. نفس الشيء بالنسبة إلى الصف الأخير، ماكو احتمال X3 يصير Y1، أيضا قطعته وخليت صفر. بينما الصف اللي بالمنتصف مال Y2، ال Y2 والX2 رح يصير بي خطأ من الجهتين، PE واحد ناقص اثنين PE و PE. هنا X1 and X2، أي X1 interfere with X2، interfere شنو معناته بالعربي؟ الداخل. X1 interfere with X2 exactly the same as interference between X2 and X3، يعني تداخل X1 و X2 يشبه تداخل X2 و X3، بس يختلف عن شنو X1 و X3، يعني X1 ما يتداخل و X3 إطلاقا، بس يصير تداخل بين X1 و X2 و X2 و X3. هذا نسميه ternary but not symmetric. شلون تسألنا وعيب وسأل شلون تسألنا على هاي ما أدري أشرح لنا إياها هسه. يجي يقول لك أرسم الموديل مع الترنري، شو بعد إنه هو هذا مو براكتيكال، وأقترح المور براكتيكال. جواب هذا السؤال اللي سحكيته هو هاي هذا السلايد. واضح شباب؟ أكو سؤال على هذا السلايد ولا اللي ورا الهومور؟ نعم. هو هذا اللي أقوله أنا، مو مصطفى مصطفى؟ نعم، هو هذا اللي أقوله أنا، داري أقول إنه الانترفيرنس بين X1 و X3 ما معقولة يشبه ال X1 وال X2. يعني تخيل هسه عندك احنا عمليا هاي من الناحية العملية اللي هاي الرموز تتحول إلى فولتيات مثلا، مثلا إذا تحولت إلى فولتيات يعني السلك الكهربائي اللي يوصل الإشارة بين X و Y، إذا اعتبرنا الشانل هو سلك مثلا، فمن مو من المعقول إذا خليت X1 مثلا ناقص 5 فولت باي بولر مثلا، ناخذ حالة الباي بولر، إذا X1 خليتها ناقص 5 فولت، X2 خليتها 0 فولت بالنص، و X3 خليتها زائد 5 فولت، هل من المعقول أنه الناقص 5 طخ الزائد 5 والمسافة بيناتهم 10 فولت؟ المسافة بين الناقص 5 والزائد 5 هي 10 فولت، فمن الصعب أن يتداخلون. احتمالية ما معقول احتمالية التداخل مالتهم يشبه التداخل بين الصفر والخمسة، وقلت مثال انه مثل ثلاث طلاب قاعدين بقاعة، واحد بالبداية واحد بالنص واحد باخر القاعة، اكو احتمال الطلاب اللي متقاربين ينقلون، بس الاول واحد واخر واحد ماكو احتمال ينقل. نعم قول لا اسمع. هو هذا نعم هو هذا دا سميه interference، نسميه الكروس اوفر. هذا الكروس اوفر هو الانتر، هو احتماليات الخطأ، هو الانترفيرنس هو الاحتماليات الخطأ، هو اللي يخلي الحروف توصل خطأ للرسيفر. اللي داريد اقوله انه هذا الترنري سيمتريك شانل هو مو براكتيكال شانل، بينما الشانل اللي قبل شويه بالسلايد اللي قبله اللي كانت باينري فيري براكتيكال شانل. هذه واضح؟ هو هذا اللي اقول اللي اوصلكم اياه، انه الباينري سيمتريك شانل اللي درسناه بالسلايد اللي قبله وسوينا الرسم مالته وناقشناه هو البراكتيكال. حالة الترنري لا، مو كل شيء براكتيكال. البراكتيكال ترنري هو النموذج الثاني وليس الاول، اللي هو ماكو توصيله بين X1 و Y3 ولا توصيله بين X3 و Y1، ماكو احتمال انه الX1 يصير Y3، ماكو احتمال انه ناقص 5 فولت تدزها توصل زائد 5 فولت، ما معقول. واضح شنو قصدي؟ احتماليات التداخل بين X1 و X2 المور براكتيكال يشبه التداخل بين X2 و X3، لكن ماكو تداخل بين X1 و X3. نعم اكو سؤال اخر؟ اكو سؤال اخر؟ السلايد الثالث نشوفه لكم. Other special channels، أنواع أخرى من شانلات
الخاصة other special channels. هنا أنا مسوي لكم جدول يعني للمقارنة، مبسط المسألة وترتيب الأنواع. نعطيكم ثلاث أنواع. النوع الأول سميناه lossless channel، lossless عديم الخسائر. كل نوع من هاي الأنواع رح نذكر خمس نقاط عليها أو خمس أشياء. أول نقطة لو نجي على lossless channel، this has only one non-zero element in each column of the transitional matrix P Y given X. إذن أول خاصية باللوسلس channel أنه بي عنصر واحد غير صفري في كل عمود، يعني تفاوع عليه الـ PY given X تبقى مصفوفة في كل عمود تلقى عندك عنصر غير صفري واحد. As an example، هذا لك جوا example PY given X للوسلس channel. نعطيك channel بها ثلاثة input وخمسة output، تفاوع سبب تفاوع كل عمود، تتفاوع هذا الشانل كل عمود اكو عندك عنصر غير صفري واحد فقط. وبنفس الوقت الشرط مال مجموع كل صف في هاي المصفوفة يجب ان يكون واحد. اذا تفاوع هسه تفاوع على كل عمود تلقى عنصر غير صفري واحد، اللي هو مثلا بالعمود الاول 3/4 هو العنصر غير الصفري، العمود الثاني هو 1/4، العمود الثالث هو 1/3 وهكذا. بينما الشرط مال مجموع كل صف واحد بعد ما تحقق، شوف الصف الأول مجموعة واحد، الصف الثاني مجموعة واحد، الصف الثالث مجموعة واحد. ومدام PY given X لازم مجموع كل صف يساوي واحد، اللي قلنا شنو هاي أصلها؟ أصلها أنه مجموع الأسهم الطالعة من كل رمز بالترانسميتر واحد. إذن هذا مثال على lossless channel، أنه أكو عنصر غير صفري واحد في كل عمود. شي يتميز هذا lossless channel؟ يتميز انه ال hx given y يساوي صفر، لهذا يسموه lossless. في zero losses entropy، اذا تذكرون سمينا ال hx given y هي losses entropy، سميناها losses entropy. لهذا السبب نسميه lossless channel يكون ال losses entropy تساوي صفر. اذا صار ال losses entropy صفر، وحسب العلاقه اللي اخذناها سابقا واشتقيناها مع ال ixy، راح يكون الترانس انفورميشن اللي كان بالاصل شو يساوي؟ يساوي hx ناقصا hx given y، من هاي تكون صفر، فالاي اكس واي يساوي الاتش اكس. يعني شنو معناته؟ يعني كل المعلومات اللي تطلع من المصدر توصل للريسيفر كامله. النقطه الخامسه كاتب لكم هوم وورك، درو channel model of this channel، ارسم الموديل الرياضي مال هاي المصفوفه. المفروض هسه كلكم تعلمتوا شباب تساعي المصفوفه شلون ترسم الموديل الرياضي. تيجي تخلي x1 x2 x3 بجهة اليسار، y1 y2 y3 y4 y5 بجهة اليمين، وتوصل الأسهم وتخلي الاحتمالات على هذا الأساس. الأسهم اللي بين اللي بيها صفر هذه ماكو سهم، معناته يعني ماكو سهم بين x1 y3 صفر، احتمالية بين x1 وال y3 صفر، فماكو سهم بيناتها. بس بين x1 وال y1 3/4، بين x1 وال y2 1/4 وهكذا. فريد من عندكم ترسمون الشانل موديل، تتدربون اكثر اذا تعرف المصفوفه. هذا النوع الاول سميناه lossless channel. النوع الثاني نسميه اكو انترفيرنس، لانه x1 ممكن يصير y2، x1 ممكن يصير y1 3/4، ممكن يصير y2 1/4، بس الرمز الثالث ما في، بس الرمز الثالث x3 يصير y5 حاله واحده فقط، بس ال x1 وال x2 يصير اكو تداخل بيناتهم. باوع ال x1 من يصير باوع شباب، من يصير ال x1 يقبل الحالتين، ممكن هيك ممكن هيك الريسيفر يستلمه، هذا اكو تداخل. بس من يروح في حاله واحده الى الريسيفر هذا ما في تداخل. مثل النوع الثاني اللي نسميه ديترمينستيك شانل. ديترمينستيك شنو ديترمينستيك بالعربي؟ يعني محدد او محدد. هذا شيء يتميز؟ يتميز انه هذا بي اونلي ون نون زيرو اليمنت في كل صف اوف بي واي جيفن اكس. هنا ماكو تداخل. ليش؟
لانه لو تباوع المصفوفه مالته بما انه نقول في كل صف اكو عنصر غير صفري واحد ماكو غيره وبانه مجموع الصف مجموع كل صف هي واحد معناته هذا هذه المصفوفه ما بها غير الوحدات والاصفار فاذا نتباوع الصف الاول بواحد والباقي اصفار يعني اكس 1 دائما شيء يصير دائما يصير واي 1 اكس 2 دائما شيء يصير ايضا واي 1 اكس 3 دائما شيء يصير واي 2 اكس 4 دائما شيء يصير واي 2 اكس 5 دائما شيء يصير واي 3 من اقول دائما يعني شنو ماكو احتمال هيك هيك دائما واحد احتماليته هذا شنو نوعه يكون ب النويز انتروبي صفر يعني اتش واي جيفن اتش يساوي صفر والاي اكس واي يساوي الاتش واي يعني اكو عندي نفس الاي اكس واي تذكرون اكو الى قانونين او متطابقتين واحدة اشتقيناها واحدة قلت لكم انتم اشتقوها اللي هي نحن بنعوض ب اتش واي جيفن اتش صفر راح يصير الاي اكس واي يساوي الاتش واي وايضا حاولوا ترسمون هاي تشانل موديل وتشوف ليش ديترمينستيك لانه ما عندك حالتين اكس 1 دائما يروح الى واي 1 يعني الريسيفر يعرف راح يستلم وكذلك اكس 2 الى اكس 5 طيب الحاله المثاليه اللي تربط بين النوع الاول والثاني اللي هي lossless and deterministic نسميه noiseless اللي هاي الحاله المثاليه اللي نريد ندورها نطمح إلها وبس بطح بيدينا هاي this has only one non-zero element in each row and column يعني في كل صف أو عمود من y given x أكو عندك one non-zero element يسموه noiseless يسموه noiseless channel noiseless channel هذا الطباعة مثال اللي كاتبكم يعني في y given x يجب أن يكون square ماكو نويزلس شانل اذا مو سكوير يعني عدد الرموز متشابه و x1 x2 x3 y1 y هاي شي يسموه المصفوفه من يعرف بالرياضيات هاي شي يسموها المصفوفه شي يسموها المصفوفه اذا واحد يجاوبني يفتح المايك يجاوبني identity matrix اللي هي لو نرسم الموديل الرياضي مالتها يعني ال x1 دائما شي يصير y1 وX2 دائما شيء يصير Y2 وX3 دائما شيء يصير Y3 يعني كأنه هو ترنري سيمتريك شانل ما بي خطأ ماكو أي خطأ هنا إذا اعتبرت الـ X1 X2 X3 هي A B C الـ Y1 Y2 Y3 هي A B C فالـ A يوصل A والـ B يوصل B والـ C يوصل B احتمالية 100% No error في هذا السبب الـ losses entropy تساوي الـ noise entropy تساوي صفر losses entropy hx given y تساوي ال hy given x تساوي صفر وال ixy هو نفس ال hx نفس ال hy يعني بمعنى انه المعلومات اللي يولدها المصدر ال hx توصل كامله للريسيفر وتساوي الترانسفورميشن نفسه هذه بدينا نقترب من المعنى الفيزيائي اللي راح ناخذه باكر ان شاء الله اللي وعدتكم به وقلت لكم المعنى الفيزيائي شنو معناها؟ تلاحظون هنا أنا شنو معناته؟ معناته أني كل المعلومات اللي تطلع من المصدر اللي هو الـ HX توصل إلى الريسيفر IXY نفسها الـ HY ماكو خسائر، ماكو أشياء تضيع بالطريق، تخيل أنت عندك تانكي مال ماي مال السطح وكبوري نازل من السطح للحنفية اللي بالمطبخ وهذا البوري بيكراك بيتقطع أو البوريات ما ضابة زين، شو يصير؟ واحدة من الجوينات مال البوري ما مضروبة زين. البوري شو يصير به بالطريق؟ إذا مكسور أو بقطع أو بفطر شو يصير به؟ من يجاوبني؟ ها؟ تعرفون؟ شو يصير إذا بوري بالسطح نازل للمطبخ والبوري مفطور؟ شو يصير به؟ نقوم ينقط الماي. نروح دكتور. نروح عافية. هذا يعني معلومات كمية الماء اللي طلعت من التانك ما راح توصل لك البطبخ كاملة حيصير بيها خسائر بالطريق توقع والله شنو قصدي فإذا كما لو أنه النويزلس شانل هو في الشانل مثالي ما بي خسائر بالمعلومات شي ولد المصدر يوصل للرسيفر 100% كامل طبعا هاي حالة نطمح إلها بس ما نقدر نحصلها دائما نحاول نوصل إلها انه دائما الـ A يوصل A دائما الـ B يوصل B دائما الـ C يوصل C وهكذا بس هل من الناحيه العمليه انا عندي
زيرو ايرور بروبابيلتي، الجواب كلا، اكو عندي ايرور بروبابيلتي اللي قبل شوي رسمنا الموديل اللي قبله اللي كان عندي بي اي اللي هو يمثل احتماليه الخطا. فاذا شباب الفكره كلها من موضوعنا في البدايه واحنا اليوم الاسبوع الثالث من المحاضره مالتنا، انه انا عندي معلومات تطلع من المصدر اللي وصلها بامانه للريسيفر، ما نريد نخسر شيء من عندها. اللي خلينا نخسر من هاي المعلومات هي وجود الضوضاء، وجود التداخل اللي يخلي الريسيفر يستلم خطا، معلومات توصل خطا للريسيفر. شلون توصل خطا للريسيفر؟ يكون نويز يغير ويشوه شكل الاشاره. يعني تخيل عندك ناقص 5 او 0 زائد 5، تخيل مثلا اكس 1 واكس 2، ولو شو نطلع عن هذا الجدول. اذا احاول اوضح لكم ليش يصير خطا، ببساطه خلينا نحكي الكترونيك هسه. اذا اعتبرت الاكس 1 هو 0 فولت والاكس 2 هو 5 فولت، طيب اذا النويز صار على 0 فولت وصار على 5 فولت، ال 0 فولت ممكن تعبر، النويز يكبرها، النويز يزيدها، الريسيفر ايش مدري؟ الريسيفر راح يستلم اشاره يتهيأله انه هاي الزيرو هي زائد 5. طبعا هي مو حقيقه، يعني هي الفولتيات ما توصل 5 فولت في الريسيفر وانما بالمايكرو فولت، لانه يعني الاشاره ما توصل خاصه من الانساد اللاسلكي سبب الاتنيويشن يصير بالشانل تضعف الاشاره، وبالتالي نحكي بالمايكرو فولت وليس بالفولت. بس هي نفس الفكره انه فولتيات الزيرو فولتيات ال1 تتداخل بيناتها بسبب وجود الضوضاء، وهذا التداخل هو اللي يسوي الايرور اللي احنا لازم اجراءاتنا كمهندسي اتصالات يجب ان نتغلب على هذا الايرور اللي هو موضوعنا بالفصل الثالث من هذا الفصل من هذا الكورس مالتنا اللي هو ايرور كوركتنج كود، شفرات اللي تصحح هذا الخطا. نختم محاضرتنا مال اليوم تعريفين بسيطه. إذا ماكو سؤال على هذا الجدول، إذا ماكو سؤال على هذا الجدول، هذا جدول مهم. أيضا أريد ترسمون الشانل موديل مالت النويزلس شانل اللي حتشوفوه ماكو أي انترفيرنس، ماكو أي كروس أوفر، حيصير اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2 اكس 3 واي 3 وماكو أي خطوط أسهم متقاطعة ما بين الرموز. مثل ما قلت لكم هذا النويزلس شانل هو يعني لوسلس اند ديترمينستيك في ان واحد، لهذا السبب يجب ان تكون المصفوفه مالته هي سكوير ماتريكس، يعني مربع، وايدنتيتي ماتريكس راح يكون مثل ما قال احد زملائكم. نعم اكو سؤال سريع يعني بالشرح لو بطيء ويا هي الطريقة الجديدة اللي مضطرين لها احنا. لا بعد ما في مجاملات مصطفى، يعني احنا نريد الغاية. اذا اني سريع قولوا لي، يعني واحد كانت ايام زمان اضحككم شوية اضحككم. كانت بالاحتفالات مال التخرج طلاب يسوون يعني كاريكاتير على الممرات مال القسم، يعني كتبوا مثلا استاذ ماهر، تفتح الكارت يطلع له كرتون بيب بيب، شايفين هذا الكرتون بيب بيب؟ شايفين؟ اكو كرتون لا سامعين بي بيب بيب، هذا السريع. اي سامعين بي دكتور. اي سامعين بي، هذا شايفين هذا. ف يعني دائما مراتي اتهم ان اني اكون سريع بالماده، بس انا دا احاول جهد امكاني ان اكون بطيء، يعني يا دا راعي مساله انه انتم بمكان وانا بمكان وماكو صبوره بيناتنا. يا صبوره شو قد ثلاث سلايدات محاضره ومساعة ونص، يعني هذا اللي دا اقدر عليه انا. ان شاء الله ندعي من رب العالمين انه يرجعنا للكليه، وهاي الطريقه كلها اشيلها واذوبها بالزبل وابدي اكتب على قدامكم سطر سطر. دكتور نعم، منو دا يحكي؟ مريم؟ يعني لا انا زينب. زينب قضيه قولي. يعني قايلك سريع حضرتك.